أقامت نقابة الصحفيين معرضها السنوي الخامس لشعبة المصورين تحت اسم شعبة التصوير 2000-2011، والسنة دي اقتصر المعرض على جزئين، الصورة الخبرية والقصة المصورة، نظرا لكثرة الصور المقدمة للمعرض. ده المعرض السنة الخامسة بالنسبة لنا، من 2007 احنا في 2011، مصر 2011 السنة دي. طبعا السنة دي مختلفة جدا جدا عن كل السنين اللي فاتت، اعتقد يمكن بنوعية الشغل وبالاحداث المختلفة اللي شاهدناها، التنوع في الاحداث. كل مصور كان ليه الحق في انه يشترك بخمس اعمال. احنا السنة دي كل سنة كان بيبقى عندنا خمس فروع او ستة، السنة دي في فرعين بس، الصورة الخبرية والقصة المصورة. طبعا عشان الظرف بتاع الاحداث فاحنا اقتصرنا الفروع السنه دي بس للفرعين دول، لان هم اللي كان فيهم الاحداث كلها. زي ما قلت لحضرتك، كل مصور من حقه يدخل بقصه واحده واربع صور خبري، او ما عندوش قصه يدخل بالخمس صور خبري. المعرض ده خامس سنه احنا كشعبة مصورين صحفيين بنعمل المعرض، خامس سنه. السنه دي خصصناه عن احداث 2011 من اول 25 يناير حتى محرق المجمع العلمي في اخر السنه، يعني متخصصين عن الثورة. المعرض ده عبارة عن 79 مصور اشترك فيه، عبارة عن 250 صورة بيحكوا من بداية يوم 25 لغاية نهاية السنة. مقسمين المعرض إلى اثنين كاتيجوري أو جزئين، جزء عن الصورة الخبرية فقط وجزء عن الستوري. احنا دايما كنا بنعمل كل سنة ست فروع، دلوقتي عملناها يعتبر هو فرع واحد بس كله ستوري قصة وخبري. من أهم المعارض اللي اتعملت في مسابقة شعبة النقابة من أول ما بدأت لغاية النهاردة. النهاردة ده أول مسابقة للشعبة بعد ثورة يناير. اللي احنا شايفينه النهاردة ده على الحيطان، يعني هو ده يعني توثيق ثانية بثانية ولحظة بلحظة لثورة يناير من ساعة ما بدأت لغاية النهاردة، كل الأحداث المهمة، كل الحاجات اللي حصلت. فكمية كمان الأعمال والأسامي الجديدة اللي ظاهرة ما بين الأسامي المصورين بيدل إن احنا داخلين على جيل جديد من المصورين اللي طلع مع الثورة، واللي يعني كسر كل الخطوط الحمراء، قدر يعمل شغل هايل جدا، يعني بصراحة كلنا فخورين بيه. الصور مستوى هايل جدا، لأول مرة ما نحسش إن في فرق ما بين شغلنا وما بين الصحفيين الأجانب أو مصورين الأجانب أو الوكالات. بالعكس، جيل جديد من المصورين الصحفيين ناس بإن هو قادر يعمل شغل زي اللي بيعملوا الأجانب بالظبط، بل أفضل كمان. الثورة كمان بعيوننا إحنا كمصريين تفرق كتير قوي عن أي حد تاني ممكن يكون صورها. أنا فخور جدا إن زمايلي هم اللي عاملين الشغل ده.